حاجيتك ما جيتك، تعفي فراشك وانا جيتك. كان يا مكان في قديم الزمان والعصر والاوان، كان راجل فقير وفلاح يعيش مع مرته وزوج توام، طفلة وطفل. كانت مرته ورثت على باباها بقرة، وكانت هذه البقرة ماشي كما اي بقرة، كان عندها ذراع كبير جهة تخرج العسل وجهة تخرج الحليب. وفي نهار من نهارات مرضت المرأة وحست بموتها، وصات رجلها على ولادها وشرطت له ما يبيعش البقرة ويخليها على جال ولاده. ماتت المرأة وكبروا الولاد، وكانوا كل ما يرضعوا من هذيك البقرة يزيانوا ويزمانوا. وروح الزمان ولي يا زمان زوج باباهم وجاب لهم مرة شريرة. وبعد مدة جابت المرأة هذه طفلة مع هذا الرجل، وكان ولاده كل يوم يزيانوا، وبنتها اللي تعطي لها الماكلة المخيرة تشيان وتسواد. توسوست المرأة وحكمتها الغيرة من الولاد، تبعت الولاد ولقيتهم يرضعوا في البقرة، حالفت فيهم وقالت بالكفارة وصيام العام لا قاعدة البقرة. وغدوة نبيعها، راحت عند رجلها وقالت له شوف تبيع البقرة غدوة. قالها يا مرا مالي الشيطان، كيفاش نبيع بقرة اليتامى؟ قالت له كلمتي واحدة، يا أنا يا هي في هذا الدار. والراجل الله غالب كان مغلوب على أمره، غدوة الصباح بكر وراح للسوق وبدأ يعيط، يا ناس بقرة اليتامى تتباع والله يحرم بيعها، يا ناس بقرة اليتامى تتباع والله يحرم بيعها. يقولوا له الناس في السوق يحرم بيعها وما تتباعش. يرجع للدار ويقول لمرته يا مرا البقرة ما بغاتش تتباع. يعاود الصباح يرجع للسوق ويعيط وسط الناس ويقول يا ناس بقرة اليتامى تتباع والله يحرم بيعها، يا ناس بقرة اليتامى تتباع والله يحرم بيعها. يقولوا للناس في السوق يحرم بيعها. وابقى على هذا الحال كل يوم. واحد النهار توسوست مرتو، قالت كيفاه البقرة هذه ما بغاتش تتباع. لبست القشابية الصباح وبكرت معاه وتبعته. هو دخل السوق وبدا يعيط، يا ناس بقرة اليتامى تتباع والله يحرم بيعها. ناطقت مرته وقالت له تتباع الله يربح. ما تمت من وراه حتى نباعها للجزار، وشرط على الجزار باش يعطي له الذرع تاع البقرة. عطالو الجزار الذرع تاع البقرة وراح غرسوا في قبرهم ووصى وليداتو، قالهم وليداتي من جوعوا روحوا لقبرمكم وارضعوا من الضرع. أبقوا الأولاد كل ما يجوعوا يروحوا للضرع ويرضعوا. واحد المرة توسوست منهم المرأة، قالت هادو بقرة بعناها ومزالوا غير يزيانوا ويزمانوا. واحد النهار نوضت بنها قلت لها بنتي تبعهم وشوفيهم وراهم يأكلوا كلي معهم، وراهم يروحوا روحي معهم. الولاد كي راحوا للذرع تاع عمهم شافوا الطفله من وراهم، هايا ما حبوش يرضعوا، داروا روحهم بلي راهم ياكلوا في التالمة. بدات الطفله تلايم معاهم في التالمة وتاكل حتى روحوا العشيه. دخلت الطفله لامها قالت لها وش كليتو؟ روحت فمها كحل ويديها كحل، قالت لها ما رانا كلينا التالمة. الطفلة ما دارتش الأمان في بنتها، قالت لازم أنا نتبعهم ونشوفوا راهم يروحوا. الغدوة تبعتهم وراحت من وراهم، لقيتهم يروحوا للقبر ويرضعوا في الذرع تاع البقرة. خلتهم هما روحوا ينحت الذرع وطيشاتو الكلاب كلاوه. والغدوة كي رجعوا الولاد لقبرهم ما لقوش الذرع، جاوا قدام قبرهم وقاعدين يبكوا. الشر تاع المرأة ما حبش لهنا، زاد كبر الشر تاعها وحبت تتهنى منهم، وقالت لراجلها الخير ما بقاش في البلاد هذه ولازم نرحلو ولازم نتهنى من ولادك ما نديهمش معايا.
الغدوة ناضوا الولاد، مدت للطفل الكسكاس وقالت له روح للواد عمر لي الماء، ومدت للطفلة الصوف وقالت لها لازم تغسليها وترجعيها بيضة بعد ما كانت هذيك الصوف الكل كحلة. راحت الطفلة وخوها وهبطوا للواد، الطفلة تغسل في الصوف والطفل يعمر في الكسكاس، منين ما يعمر ويسيح. اتولى الطفل وكان في طين يعمر الكسكاس بالطين من تحت باش ما يسيحلوش هذاك الماء، حتى نجي واحد الغراب وقاعد يحوم فوقهم ويعيط طالي بالطين يا مسكين يا وناس كرحلو. هنا الطفل فاق وقال لاختو مشي نروحو. كي لحقوا للدار لقاو باللي المراه خبزت لهم وحده تاع كسره ودارت لهم فيها الرهج وخلات الكلب وربطته في الطاحون، وقعد الكلب يدور والطاحون ينور معاه باه ما يفيقوش باللي راهم راحوا من الدار. تلاحت فل الكسره باش ياكل، قالت له اختو استنى ما تاكلش الكسره هذه اي فيها الرهج. نحاو طرف كسره وطيشوها للكلب، كلا الكلب منها مات. عارفوا باللي مرت بويهم راهي تحوس تقتلهم، وعارفوا باللي راهم رحلوا من الدار وخلوهم. قالت الطفله لخوها ما علينا غير نلحقوهم. خرجت الطفله هي وخوها وحكموا طريق طويله ومشاو حتى تعبوا وما بقى لهم حتى جهد، وهنا وصلوا لبلاصه وسمها عين بكر. قال الطفل لاختو انا عطشت ولازم لي نشرب. قالت لاختو ما تشربش، هذه يقولوا لها عين البقر واللي يشرب منها راح يولي بقره. زادوا مشاو حتى وصلوا لبلاصه وسمها عين الخرفان. قال الطفل لاختو انا عطشت ولازم لي نشرب. قالت لاختو هذه اسمها عين الخرفان، راه اللي يشرب منها يولي خروف، ما تشربش اخويا زيد اصبر. ومشاو حتى لحقوا البلاصة وسمى عين الحصان. قال الطفل لأختو أختي أنا عطشت ولازم لي نشرب. قالت أختو لا لا ما تشربش، هذه العين يقولوا لها عين الحصان، واللي يشرب منها يولي حصان. كملوا الطريق والطفل ما حملش وقال في قلبه الخطرة الجاية نشرب واللي يسرى يسرى، حتى لحقوا البلاصة وسمى عين الغزال. قال لأختو أختي أنا رايح نشرب. قالت أختو لا لا ما تشربش، هذه يقولوا لها عين الغزال، راه اللي يشرب منها يولي غزال. خوها ما سمعش الهضرة وشرب من العين وخلاها حتى انبعدت ولحقها، ما جاي يلحقها حتى ولا غزال. هي شافت أختو وهي قالت له خدعتني أخويا يا وليد أمه وبويا. قالها ما تخافيش أختي راني ما ننساكش. وزادوا مشاو ومشاو ومشاو حتى لحقوا لواحد الشجرة كبيرة، طالعت البنت ولات تبات ثم، والطفل يبقى لتحت. حتى لواحد النهار قعدت تمشط في شعرها فوق الشجرة وجا السلطان يشرب في العود تاعو، لاصقت شعرها في فم العود وما بغاش يشرب من هذيك العين. شافها السلطان نحاها له وقال مولاه الشعرة هذه ما تكون غير عذرة، ومن ذاك النهار هو يحوس عليها في الدجرة. سمعت الستوت وراحت للسلطان قالت له سيد السلطان أنا نجيبها لك. راحت الستوت للغابة ودات معها معزة، وكي لحقت عند الشجرة بدات تحلف في المعزة من قرونها. نضقت الطفلة وقالت لها لا لا يا الحاجة راكي تحلبي من القرون والذرع راه لتحت. قالت لها بنتي أنا راني منشوفش، كون ديري فيا مزية وجي تحلبي لي المعزة. خامت البنت وهبطت حلبت المعزة للستوت. الغدوة عاودت رجعت الستوت وجابت معها المعزة، وكيف كيف بدأت تحلف فيها من قرونها. زادت شافتها البنت وقالت لها لا لا يا الحجة راكي غلطة وراكي تحلبي فيها من قرونها. قالت لها مالا بنتي أرواحي زيد يا حلبي لي. هبطت البنت وحلبت لها كالعادة
وكي كانت الطفلة تحلف المعزة خدعتها الستوت وربطتها وراحت عيطت للسلطان باش يجي يديها. جاء السلطان الطفلة وقالها بنت الناس أنا راني قاصدك للحلال وراني حاب نتزوج بيك. خمت الطفلة شوية وقالت له إيه نقبل، بس عندي شرط، لازم ما تهديش خويا الغزال. قبل السلطان بشرطها وعاشت معاه في القصر مع الزم كرمة وروح الزمان واللي يزمان، حتى للنهار طلت متاقة وشافت راجل حوايجه مقطعين وحالته وحالة الكلاب. كي شافته عرفته باللي بابها، راحت خبزت وحدة كسرة دارت فيها الذهب والألماس وعطاتها للخدامة قلت لها أديها له. انتهى الراجل وراح لولده، كي حلت مرته الكسرة لقيت فيها الذهب، عرفت باللي بنته هي اللي عطات له الكسرة وقالت له تديني من جبت الكسرة هذه وتوري لي الدار. الغدوة الصباح ادها الراجل وري لها القصر وعرفت باللي الطفلة زوجت بالسلطان. راحت القصر ودخلت وطلبت باش تشوف السلطانة. استقبلتها السلطانة وكرمتها وطلبت منها السماح وهي غير تستت، وعاشت معاها في القصر وكان ما خصها والو، بصح الغيرة والحقد مازال في قلبها. واحد النهار بعثت بنتها وقالت لها اديها عند البير واحكي معاها وغفلها ودزيها في البير. غفلتها كما كان الحال ودزتها في البير. طاحت الطفلة في البير وراحت بنت الشريرة حكمت بلاستها. دخل السلطان وشاف الطفلة قالها وش بيك كحلتي؟ قالت له من ما بلادكم. وقالها وش بيك حولتي؟ قالت له من كحل بلادكم. وقالها وش بيه شعرك مكشرد؟ قالت له من زيت بلادكم. والغدوة قالت له لازم تذبح خويا الغزال راهو اللي يقلقني. قالت له ما عادش نحملو. اسمع الغزال وراح يجري للبير. قالها يا اختي يا بنت امه، لما سمضات وتناجى رحمات وخوك راهو في الممات. قالت له يا اخويا يا وليد امه، وروح للسلطان قل له يذبح بقرة، راني ولدت وموسى على ركبة وعيسى على ركبة والحنش بو سبع ريوش حوش ياكلنا. قعد الغزال رايح وجاي على البير حتى نشافوا الخدام تاع السلطان. راح الخدام للسلطان وقال له البير كاين فيه حاجة والغزال راه رايح جاي على البير. راح طل السلطان على البير لقى مرته ثم، اذبح بقرة وشلحها وملحها وحطها عند البير حتى نخرج الحنش وكل هذيك البقرة. خرج السلطان مرته وحكيت له على الشي اللي كاين وش صرا. يحكم السلطان يذبح الطفلة العورة ويبعثها فوق حمار لمواليها. كي شافت المرأة اللحم عرضت الناس ودارت وعدها وما على بالهاش بلي راهي تاكل في اللحم بنتها. حتى بدا يعيط الحمار تيس تيس راس العورة في التليس. كي راحت المرأة طلت على التليس لقيت راس بنتها، ابكيت على بنتها وعرفت باللي يدير الشر ما يلقى غير الشر. وقال طبيب القصر للسلطان لازم تدي الغزال العين الحرة راه يشرب منها يولي راجل. أدى السلطان الغزال العين الحرة وشرب منها ورجع راجل كما كان بكري. وزوجه السلطان وعاش في القصر ورجع وزير. وهذه هي حكايتنا، هما راحوا تيس تيس واحنا ناكلوا في الرفيس.